بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طبعا إحنا عارفين إن التشانل والبيج بتاعت تمام هي مجالها طبعا إنجينيرينج أكتر، تمام، سواء كمجال سيل ستراكشر أو كمجال سيت أب للبروجرام، تمام، اللي بتقدر تعمل سبورت سواء مهندسين مدني سيفل أو ميكانيكال إلكتريك أيا كان، تمام. النهارده بس يعني ممكن يكون الموضوع غريب شوية وبعيد شوية عن المجال اللي احنا ماشيين فيه، ان احنا هنعمل داونلود انستول واكتف اللي لعبة بابجي، تمام. احنا طبعا مهندسين طول الوقت بيبقى فيه بريشر، بيبقى فيه ضغط شغل، بيبقى فيه ضغط شغل، ضغط حياة، ضغوط كتيرة حوالينا، تمام. لازم برضو من الوقت للتاني لازم تفصل نفسك، لازم يعني تعمل كونتاكت مع العالم الخارجي زي ما بيقولوا، تمام. مش عاوز اقول لك ان انت طول الوقت تلعب ولا طول الوقت طبعا شغل وقرف وضغوط، لازم شوية بيتك شوية لدينك شوية لشغلك شوية برضو ان انت تخرج تتفسح تلعب، يبقى في كونتاكت بينك وبين الورد عامة، تمام، ايا كان، تمام. طبعا لعبة بابجي، تمام، زي ما احنا عارفين هي لحد دلوقتي مش فري زي ما في لينكس، تمام. اللي خلاني اعمل الفيديو ده، تمام، عشان بس تبقى فاهم، اللي خلاني اعمل الفيديو ده علشان لقيت للاسف في ناس كتير بتنزلها من لينكس مضروبه ومتفيرسه وبتبقى فيها مشاكل وبيبوظ اجهزتهم من كده. فانا كان في مهندس اسمه محمود السقف شركه AIC هو اداني اللينك، تمام، وبشكره بصراحه. اللينك اللي احنا هنعمل منه داونلود للعبه هو سيف ومفيش فيها اي مشكله، تمام، ومش لا قدر الله فيروس او بوظ جهاز او حاجه، بالعكس من فعلا اللينكس نظيفه جدا اللي بتقدر تنزل منها جيمز عامه، تمام. وفيها بقى ميزه ان انت لما اللعبه بيبقى زي ما انت شايف فيها ابديت، تمام، زي ما انت شايف فاكرين الابديت اللي حصل، تمام، يعني مجرد مش ديمو او يعني لا، بيبقى فيها كونتاكت كانك فعلا بتلعب لعبه حقيقيه، ان هو حولك خدت ان هي محتاجه فعلا ابديت، فانت بتعمل ابديت ليها من غير اي مشاكل، تمام. انت عايز تشتريها مفيش مشكله. بص، لو انت بي سي اللي هو اللابتوب او كمبيوتر، تمام، ده من الويب سايت اسمه ستيم، تمام. لو محتاجين اعمل فيديو ازاي تعمل اكونت وتشتري من عليها مفيش مشكله، هي ب $30، 30 في 20 يعني ما يعادل 600 جنيه، تمام. لو معاك اكس بوكس فهتشتريها برضو من الاكس بوكس اللي هو زي ما فيش اي مشكلة، تمام. لو برضو عاوز، لو معاك بيس اللي هو البلاي ستيشن، تمام، فبرضو على حسب ساعتها بقى بيس 4، لو في بيس 5 نزل فبيبقى طبعا ابديت ليهم، تمام. هتلاقي بقى انت دلوقتي خلاص عرفت احنا في الفيديو ده هنعمل ايه، تمام. عاوز دلوقتي تعمل داونلود لللينك ده، تمام. انت دلوقتي سي مثلا هتدخل عندي على الشانل، تمام، تمام. فمثلا انت عاوز تعمل داونلود لأي برنامج، مثلا البرنامج الانسس، ما هي بص نفس الفكرة، كل البرامج عندي في الفيديو في الشانل عامة كلها نفس الفكرة، نفس ال علشان ما يبقاش فيه اختلاف، تمام. انت هتدخل على الفيديو، تمام، عشان تعرف ازاي تدخل هنا على اللينك، تمام. فهتلاقي مثلا اللينك هنا عامل اختصار ليه، تمام. انا مثلا بقول لك لو انت عاوز تعمل داونلود برنامج الانسس فهتلاقي مقسوم على 8 روابط، تمام. ف هتدخل، تمام، هتلاقيها هنا على، هو هيحولك لبيج تانية، تمام. البيج التانية دي اختصار للروابط، يعني اختصار الروابط. انا هنا عندي ديسكريبشن في الوصف، يعني تمام، يبقى في ليا ليميت معين في الكتابة، تمام. فعلشان بدل ما اكتب اللينك ده كله او الرابط ده كله او الباص ده كله يعني ويبقى ياخد مني مساحة كبيرة، فبعمل حاجة اسمها شرينك، يعني ان انت بتضغط الرابط ده بتخليه زي ما انت شايف حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت، تمام، ما تقعدش بقى تدخل على كذا بيج، تمام. انت هتستنى بس انا شايف 5 ثواني، واول ما تدوس 5 ثواني، تمام، هيحولك لللينك ده على طول اللي هو ده، تمام. وهتقدر تدوس، يعني انت دلوقتي بعد ما هتدوس هنا سكيب اد، تمام، هتلاقيه فتح لك اللينك ده على طول، تمام. هتدوس داونلود، تمام، تمام. زي ما انت هتدوس على كلمة داونلود، فانا عشان بس عملت داونلود قبل كده، تمام. هتختار الايكون دي، بس انا علشان
بس مش هغلالك انا ليه مختار الوقت ده، علشان ان انت برضو انا عملت داونلود ليها وكنت بلعب تمام، بس انا قلت طب هي هل هي فعلا، طبعا كنت بلعب اونلاين مفيش مشكله، بس افرض لو حصل ابديت، هما دلوقتي قالوا ان في ابديت هيحصل تمام، وهل فعلا اللينك ده هيكون ابديت؟ اه لقيته فعلا ابديت واشتغلت عند ناس كتيره، وانا حاليا بعمل ابديت علشان بس اللينك ده فعلا بيعمل زي ما بنقول ان انت كانك اشتريتها بالظبط، يعني لو في نزل ابديت انت هتعمل ابديت ومش هيفصل، لا بالعكس انا جربته قبل على جهاز مهندس عندي تمام اشتغل، يعني لما اتعملت ابديت انا قلت خلاص هو هيعمل ابديت ومش اشتغل، لا بالعكس لقيته عمل ابديت واشتغلت كمان من غير اي مشاكل من غير اي ايرور تمام. انت زي ما انت عارف هتقف عليها رايت كليك، بعد ما هتنزلها تقول ران از ادمنستريتور تمام، وخلاص هتشتغل معاك من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجه تمام. هو معلش الفيديو ده انا عارف ان هو بره يعني بره المحتوى بتاعنا او بره الهدف بتاعنا تمام، بس يعني احنا زي ما قلت لك علشان احنا مش طول الوقت نبقى مضغوطين، ولازم برضو حاجه تغير بيها مودك تغير بيها جوك تمام، بس في نفس الوقت حاول ما يبقاش كل وقتك لعب، ما يبقاش برضو كل وقتك شغل، زي ما احنا قلنا وقت لدينك وقت لشغلك وقت لحياتك الأسرية، وان انت برضو ترفه عن نفسك تمام. ويا ريت يعني كلمة كده أخوية، يعني حاول يعني انتوا كستايل شغل تمام وحياتكم وشركتكم تمام يبقى عندكم كرامة في الشغل كرامة في البيت، علشان للأسف يعني مهندسين بتقبل برواتب اي كلام، يعني ممكن مثلا تلاقي مهندس حتى لو مهندس اكبر منه بس بيكلمه بطريقة وحشة يعني ما اعرفش، المهم ان انتوا الانسان بيعيش مرة واحدة فحاول تعيشها بكرامتك احسن، او مش شرط مهندس انا عامة يعني انت فاهم ايا كان تمام، عيش بكرامتك لا اما ادفن نفسك يعني تمام. ولو في اي مشكله انت عايز تكتبها على اليوتيوب او تكتبها عندي على البيج بتاعتي، وان شاء الله تشتغل معاك من غير اي مشكله تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.